ما خوري يجوا لعندي؟ لا يا اخي راسي روح اعطي واحده تاني واحده تاني لك بعدوا لي شوي خليني ارقص والله لا انت اعطي تعم تعب تشبه يفضل عليك تحت تحت تعال 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 هي قاطيرة يبلع حالة قاطيرة يا بدل يا اخي مو طبيعي والله ما اعرف وين اروح بعد يا فزاع الخاينة دمنو بيسوات شات تحتي صح؟ شو واحد ضل ضدي واحد واحد ضدي ضل يا هو اللي عم يضرب شان بس ما قلتلنا لها يعطينا غدرة من لا ما طلع بوت الواحد اللي ضدي شباب الشان اللي يقول لي يا رايدن انه شلون تعرف اللي انه ضل واحد ضده فوق هين بهالمنطقة يكتبوا لك انه اذا بيج قد شم واحد بهال هين فهمت شلون؟ يكتبوا يعني شو ما تبعروني والله عليكم يا ما هي ابو الدبس هادي يخوف يا رب اقدر اخذ الدبس بتشيش اقدر الحق اخذ دبس عم اذا اخذت الدبس سلمنا سيرفر السيرفر في خطر يا ليت طير 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 وي وي لا هلا ولا مرحبا شو
يا ما نطهوا من مش هتعرف تاخذ الكل يا خسيس. انا اللي انقذتك الا كانوا نطهوه. نعم انا انقذته وسرق لي الكل والله العظيم. ناس ما تستحي. اهلا خلاص تعوضت. اهلا اهلا بها الروس. يا انا جيت كرمال هي بلشي عندها يا رب. لا يخرب بيت. كلها يمه. لا 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 ولا نعم يخرب بيتكم مين انتو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا تفتي عند الخاينة يا خاينة. دي يهربوا معقول؟ والله جوز يهربوا يدوي اصحابه. يخرب بيتكم من حالكم. ها روز وين جاك؟ روز وين جاك؟ ولي على طولي يعني ولي على طولي. لا تضرب امه قلت هذا هياته لا تقول ايش لكم التيدر معكم وعيفكم لحتى يخلص الزون. ماني مفنش ماني مفنش انتوا اربع نوك. هل هيخلص الزون؟ ماني مفنش والله. انت اسطوره مش عارف فنشكم. كفو كفو كفو. لا 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 تفنش لا تفنش. تري لا خلاص لا فنش عن جد. دير بالك باوع باوع باوع. اكو تيم هنا تيم قدام وري بشو. يلا كفو كفو بعد بعد طو 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 كلاتي استعرضكم. لا هبوت ها. لا يلعب يا والله لاعب.
بعدولي بعدولي ده ما سرق يا رقبه يا اخدته يا خالص وهو هادو بس اه قلبي شلونك تعال معي شوي على غرفة عمليات ماني فنش ما ترجع تنزل ترجع انزل وخاوة ولا والله لك غصب شو خاوة تعال اموت يا عمي هاد معرق مرة لي لما شبيه متيس هاد تحتي هاد شوي ريلاكس لا وخاوة قال شو دير جاي ينزل ما فهمت انه خاوة يما شو الصوت لك يفضح حياتك شو عم تضرب هذاك الباقي ولك هيل نعم متيس هاد تحتي ولو مو طبيعي ولو والله مو طبيعي والله مو طبيعي ذاك البعيد يا شيخ يا شيخ وينو تعال ما يموت يوهو على الوضع ها وادك تروح وادك تزبط ولا قلت وادك تزبط ولا ها وهو السد ابوك يا ويدن يا الله وصلت الكلب هاي امتى انت جبتوا ثلاثة كيل والله ما لي خبر يما يما والله ما لي خبر وثلاثين كيل عشني ايه بالله عشني ايه بالله لك هات السلام عليكم لو اساس ماني شايفوني
ضاعين ولا البكي سيلف؟ هذا هو هذا عنده ميك كلاس مسج على الطياره تشان وايت هاي سموك زرقاء لا الها ناس اوف كلها سموكات شو هتجي لا ما دعست يعني قبل ما يفتح الباب بوتوت اه الله يخرب بيتك من حالي قبل ما يفتح الباب بوتوت اه حجي مع 35 كيل لا ما شو ها لا قبل ما افتح الباب بوتوت يا شيخ والله قبل ما افتح الباب يما شو ها يخرب بيتك من حالك لك ليك ما بيعرف يمشي كتي توتين كلمة بس بدي اشوف هاي مقلشة بس بدي اشوف كم كلمة ليك ليك انتو من جناحاته من جناحاته عرفوا انه صقر عن جد صقر وضايع يخرب بيتك من حالك شو هالقيم بدك شلون اموت هيك موتات انا يولي بده نص ساعة يركب السيارة وين الها راح الله يخرب بيتك من حالك الله يخرب بيتك جي اي هلا لا هلا لا فرجيت انا ما بيوي بيك معكم صار 55 كوتش بدي بيك بدي بس دوري بيك بو سمعت شو دول يا سوري ايه يا سوري ايه معكم معكم اه لا تتكلم 35 ابوك بلال والله لا لا تاريس امهات